السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كلشي مزيان. اخيرا شركه هونور تقتحم بشكل رسمي الاسواق المغربيه وكتعلن على الهاتف الاول ديالها اللي هو هونور اكس ويت. كيف ما كتعرفوا الاخوان، شركه هونور شركه صينيه تابعه لشركه هواوي. بعد الموقع المشكل اللي كتعرفوا جميع على شركه هواوي، هونور ولات شركه مستقله على الهواوي وبنفس الكفاءات بنفس الجوده ديال الهواتف ديال هونور ديال الهواوي، كلهم غنلقاوهم ان شاء الله تعالى في المنتوجات ديال هونور. تفضل معايا نكتشفوا الهاتف ديالنا. كما كتشوف معايا الهاتف ديالنا هو هذا اكس ويت. نديرو فتح العلبه. اوبا انا خويا، اللهم سخر وبارك. الهاتف ديالنا هو هذا الاخوان، اللهم بارك. نحطوه جانبا. كيجي معايا يعني البوشيطه ديالو، كيجي معايا هذه، وكيجي شاحن. كيجينا مع شاحن بالقدره ديالو 22.5، وكابلي ديال تيبسي. وهذا كما كتشوفوا كابل تيبسي. دونك العلبه، المحتويات ديال العلبه الاخوان هما هذا. دونك قلنا الاخوان بالنسبه للتصميم كيجينا بواحد التصميم جذاب وتصميم رائع جدا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كيجينا الهاتف ديالنا سليم، يعني رقيق بواحد الشكل ناضي. السمك ديالو الاخوان فيه 7.45 ملم، يعني رقيق ديال بصح. وهنا كيجينا بواحد الاطار مربع رباعي فيه 4 ديال الكاميرات وفيه الفلاش الوسط. هنا كيجينا بمنفذ تيبسي، كيجينا بالبيفان ديالو ماشي ستيريو مونو، كيجينا بباف واحد، كيجينا بمنفذ ديال السماعات. بالنسبه للبصمه كتجينا في زر الطاقه، هنا الزياده والنقصان. دونك بالنسبه للتصميم الاخوان، تصميم اللي الصراحه رائع جدا، كيشبه بواحد الشكل كبير الايفون 13 برو ماكس. كيف ما كتشوف معايا هو هذا، ها هو الايفون 13 برو ماكس، يعني واحد الديزاين تقريبا كيشبه ليه. بالنسبه للبصمات الهاتف ديالنا ما كتبصمش، ما عندكش مشكل واخا ما ديرش ليه بوشيط ما كيتبصمش. بالنسبه للشاشه، شاشه عملاقه كبيره فيها حواف يعني صغيره بزاف. كيف ما كتشوف معايا حواف صغيره، والكاميرا كتجينا في واحد البوزيسيونمون رائع جدا عكس يعني المنافسين الاخرين. هذا الشيء اللي كاين اخويا بالنسبه للتصميم، يعني تصميم من عندي انا عاطي 10/10، تصميم رائع جدا. بالنسبه للشاشه الاخوان، الهاتف ديالنا كيجينا بشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي كيف ما كتشوفوا معايا، بمقاس 6.7 بدقه فول اتش دي بلس. معدل تحديد الشاشه كيوصل حتى ل 90 هرتز، يمكنك تصفح وتخدم بالهاتف ديالك بواحد الشكل اللي هو مريح جدا. كيف ما كتشوف معايا، نسبه السطوع ديال الهاتف يعني بواحد ناضي ما كاينش المشكل. والشاشه هنا كتجينا بواحد الحواف كيف ما قلت سابقا، حواف رقيقه بزاف تمكنك انك كتشوف التليفون ديالك كامل باستثناء هذه الجهه السفليه، هذه اللي فيها الحواف هذو كبار شي شويه. دونك هادشي اللي كاين في الشاشه. ندوزو للاداء. بالنسبه للاداء ديال الهاتف الاخوان، كيجينا يعني بمعالج من شركه كوالكوم سناب دراجون 680، سناب دراجون 680 بمعماريه 6 نانومتر. هذه المعماريه الاخوان 6 نانومتر غتمكننا من واحد يعني نحافظوا على البطاريه بواحد الشكل اللي هو كبير. التليفون ما كيكونسوميش لا شارج كيف ما كتعرفوا الاخوان، كل ما ديك المعماريه كانت صغيره كل ما الهاتف ديالنا ما كيكونسوميش لا شارج وكيصبر معنا بواحد الشكل اللي هو كبير. ندوزو بالنسبه للستوكاج الاخوان، الهاتف ديالنا كيجينا ب 128 ستوكاج، وكيجينا 6 جيجا في الرام، وكيجينا بواحد التقنيه اللي كنعتبرها انا افضل 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 ما كاين في هذا الهاتف، هذا هو التقنيه اللي هي رام تيربو. هذا الرام تيربو الاخوان، تليفون فيه 6 جيجا في الرام، وعندك الحق انك تزيد 2 جيجا كتاخذها من الستوكاج وكديرها في الرام، كتولي عندك 8 جيجا في الرام. هذه التقنيه الاخوان غتمكنك باش انك تخدم بالتليفون ديالك بواحد الشكل اللي هو سلس جدا. تقدر تخدم ب 20 ابليكاسيون في الخلفيه بلا ما تفقد حتى شي ابليكاسيون فيهم. نعطيكم مثال، مثلا انا كنت كنتصفح التيك توك، خدام في التيك توك، واحد شويه جاني ميساج مثلا في واتساب، مشيت خليت التيك توك خدام، مشيت للواتساب، خرجت من الواتساب مشيت للفيسبوك، فاش كنرجع التيك توك كنلقى ان بفضل هذه التقنيه ديال الرام بلس كنلقى ان لابليكاسيون ديال التيك توك محتفظ ليا على داك المقطع اللي كنت كنتفرج فيه في نفس الثانيه، يعني ما كيديرش ديك ريفريش، ما كيوضرش ليا داك المحتوى اللي كنت كنتفرج. وهذه التقنيه هذه الاخوان راه كاينه حصريا وخصيصا عند شركه الهونور عكس المنافسين. دابا ندوزو الاخوان نظام التشغيل. بالنسبه لنظام التشغيل ديال هذا الهاتف، هذا
كيجينا باندرويد 11 وكيجينا بواجهات ديال واجهات الاستخدام ديال هونور اللي هي ماجيك يو اي 4.2 كيف ما كتشوف معايا هنا هي هذه الواجهه ديالنا كيف ما كتشوف معايا هنا عندنا 6 جيجا في الرام زائد 2 جيجا التقنيات هي هونور رام تيربو. بالنسبه للكاميرات الاخوان كيجينا الهاتف ديالنا بكاميرا رباعيه فيها 4 ديال الكاميرات كيف ما كتشوف معايا بواحد الديزاين اللي هو ناضي. الكاميرا الاساسيه كتجينا بدقه 64 ميجا بكسل الكاميرا الثانيه كتجينا ب 5 ميجا بكسل والكاميرا الثالثه كتجينا ب 2 ميجا بكسل الرابعه كتجينا ب 2 ميجا بكسل بالنسبه لكاميرات السيلفي الاخوان كتجينا بدقه 16 ميجا بكسل وكتجينا بواحد بشكل ثقب هنا ناضي من داك الشيء الرفيع. بالنسبه للبطاريه ديال هذا الهاتف الاخوان كتجينا بسعه 4000 ملي امبير كتدعم الشحن السريع ديال 22.5 واط. كيف ما قلت لكم الاخوان 4000 ملي امبير والهاتف فيه معالج معماريه 6 نانومتر راه غيقضي لك الغرض غادي يدي لك نهار ما عندكش مشكل يعني غتخدم بالهاتف بشكل عادي جدا. دابا ندوزو هذا الهاتف الاخوان غادي يكون ان شاء الله تعالى متاح في الاسواق المغربيه. دابا كاين البريكوموند غادي يبدا من نهار 17 من اليوم 17 حتى النهار 24. اي واحد الاخوان غياخذ هذا الهاتف هذا ولا غادي كوموندي هذا الهاتف هذا كيستافد بكيت بلوتوث من شركه هونور كيف ما كتشوف معايا ايربودز اكس. اي واحد كوموندا هذا الهاتف هذا كياخذ معاه هذا الكيت هذه من نهار 17 حتى النهار 24 الثمن ديالو الثمن ديال الهاتف هذا كيبقى فقط ب 2500 درهم حاليا. راه كاين البريكوموند خديتي قبل هاد لاطات هذا راه كتستافد من هاد الكيت هادي خديتي مورا النهار 24 راه ما كتاخذش هاد الكيت هادي. الكميه محدوده الاخوان حاولوا انكم اي واحد شاف الفيديو عجبو يحجز الهاتف ديالو وتحيه لكم وتبارك الله عليكم.